العكس من بعد الانتظار، قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار، اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار، كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار، عم يبدأ العد العكسي لا عمره شكل جديد، لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد، لا اشكي الحظ الضايع ولا هالقلب الوحيد، غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق، وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة، مجنونة حرة لوحة ارسمها بإيدي، ما بندم على الماضي بندم على اللي وصار، الدنيا شو إلها معنى لولا الاختيار، الدنيا شو إلها معنى لولا الاختيار. اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك. اشتقت لك كتير. انت كمان وحشتني جدا. على فكره كلمتك كتير وتليفونك كان مقفول. سافرت يومين. انا بجد قلقت عليك. ده لازم اقول لك بقى الحمد لله على السلامه. الله يسلمك الله يسلمك كتير. عندي ليك خبر انما ايه؟ تحفه. انت دايما بتجيبي اخبار حلوه. العروض كلها رست علينا. واو واو واو، هي بدها احتفال كبير. معقوله؟ مش قادرة أصدق. كريم الشافعي. ردي عليه. متأكد يعني عادي أرد عليه؟ طبعًا عادي، طبعًا، شوفي شو بده. ألو. أيوه أستاذ كريم، إزيك؟ إزيك يا نهى؟ أنا الحمد لله كويسة، أنت عامل إيه؟ نهى أنا عايزك تحددي لي ميعاد مع مديرك الجديد، الأستاذ مراد الساعي. عايز نعمل لك ميعاد مع أستاذ مراد الساعي؟ أظن سمعتيني كويس. طيب أنا هشوف مواعيده إيه الفترة الجاية وهظبط لك ميعاد إن شاء الله. هرجع أكلمك على طول. باي باي. إيه؟ اليوم الساعة 9 المساء. طيب أكلمه دلوقتي يعني ولا أعمل إيه؟ احكي معه بعد ساعة. ماشي. ليك يا انجي، يلي عملته نهى هو لعبه مكشوفه ما بتمرق على حدا مثلي، وانا ما خبرتك لانه اصلا الموضوع من ناحيتي انا محسوم، فاوعى تعملي مثلها لان ساعتها بتكوني انت مثلك مثلها. ما تقلقش، انا عمري ما اكون زيها. فهم علي، انا نقيتك ايدك لان بدي ارتاح، وانا ماني حدا صغير، يعني انا حدا بيعرف شو بده كثير منيح. يعني بتحبني؟ أنا أهلي ماتوا وتركوني، فما عندي عائلة. وقتها شفتك لقيت فيكي أنت عائلتي الجديدة. عم تفهم علي؟ أيوة يعني خلص بتحبني؟ أكيد بحبك. وأنا بموت فيك. مين؟ صاحبتك. خدي أنت ردي. ألو. ألو؟ هو ده مش تليفون الأستاذ هشام؟ أيوة حبيبتي، ده تليفوني الأستاذ هشام. أنا إنجي خطيبته. معلش يا روحي، هو مش قادر يتكلم عشان بياكل، ازيك يا نهى؟ ازيك يا انجي، عامله ايه؟ افتكرتي نفسي متلخبطه. لا يا حبيبتي مش متلخبطه خالص، هي دي نمرته. اصل انجي كنت عايزه اساله على الامانه. سوري يا نهى انا اسفه، في حاجه حصلت. ليه حصل ايه بقى؟ اصلي ازازه البرفان وقعت منه واتكسرت. سوري يا روحي، هو مكسوف بس يقول لك، لكن انا هعوضها لك، هجيب لك واحده احسن منها. طيب لا ما حصلش حاجه يا انجي، مش مشكله. باي باي. باي يا روحي. يا روحي كمان، شو طمنت بالك مش الحال؟ ربنا يخليك ليا يا هشام، بجد انت ربنا بعدك ليا من السما، بس انا برضو بنت حلال ولقطه واي حد يتمناني. بقول لك ايه، انا جعانه. لا تخافي لا تخافي، أنا منال أخت العاصم. أنت منال؟ إيش بتعرفيني؟ وسمع عنك حكي حلو كمان. من مين؟ من صديق. شو قال لك هالصديق؟ قال لي عنك إنك إنسانة رائعة. كيف صار لحتى حكيتوا مع بعض؟ بعلمي انك مو بس هربانه من عاصم، هربانه من الناس كلها. كنت بدي احكي ابن خالتي ورد علي هو. وبتعرفوا بعض من زمان؟ من زمان كتير، من لما كنت بعدني بالمدرسه وبالجامعه. هو مش بس صديق بالنسبه لإلي، بعتبره خي كمان. كنت بتمنى انه نتعرف على بعض بظروف احسن من هيك، بس مع هيك انا كتير مرتاحه انك معي. انا مع اخي، مع اخي اكيد هذا شي طبيعي، مع هيك انا مرتاحه. عاصم مر بظرف كتير صعب، وانا عشت معه لحظه بلحظه هالظرف. ما فيني اوصف لك قد ايه كانت ايام قاسيه كتير. اللي عملتيه ما كان سهل وما بينغفر. ما بعرف قد ايه مهم اشرح لك ليش انا عملت هيك، وما بعرف اذا هالشرح بعد بيفيد، بس انا ضحيه منال، مني مجرمه، وما كان قصدي ابدا اذي حدا. بالنهايه كلنا ضحايا، بس دايما في حدا بيدفع ثمن أكتر من التاني، وعاصم كان أكتر واحد خسران فينا. أنت هون لحتى تساعديه لحتى ينتقم مني؟ أنا هون لحتى ساعده. أنت عارفة إنه ناوي يقتلني؟ لا تخافي ما رح يقدر. أنت رح تمنعيه؟ أنا ما فيني أمنعه، بس عاصم ما رح يقدر. عاصم ما بيقتل. صح. وينه هلا؟ ما بعرف. جايبك لحتى تراقبيني؟ ايه. خايف اني اهرب؟ ما رح تهرب، لكن ليه بدك تراقبيني؟ بدي راقبك لحتى ما تعملي بحالك شي. بديني عايشة؟ ايه. بدي قصصني يمكن. انت شو رأيك؟ بدي عاصم يخلص منك. بدي اياكي تطلعي من حياته وما عاد ترجعي ابدا. بتعرفي؟ يمكن اذا حاسبك وعاقبك خلص تخلص القصة ويقدر يبدأ حياة جديدة. لكن آية ما حدا بيعرف عاصم قدي. إذا بدك تساعدي وبدك تساعدي حالك بترجاكي تحملي شوي، بترجاكي. أستاذ كريم الشافعي، أستاذ مراد الساعي. أهلاً وسهلاً. أهلاً. من زمان مستني اللقاء. وليه؟ كانش في داعي للانتظار. الناس كلها عارفة إن بابي دايماً مفتوح في أي وقت تقول أي حد. ونوع عارفة الكلام ده كويس. ولا إيه أنا؟ طبعاً أكيد يا فندم. نهى ممكن تتركينا لوحدنا شوية وصبريني. اوكي اتفضل. نهى قالت لي انك حابب تلتئم فيني. خير ولا حاجة. انت مين؟ انا حابب اخد منك كل شيء. ليه؟ هيك حابب شوفك عم تنهار. طب ممكن اعرف ليه؟ طبعا اكيد، لانه ممنوع بقى تفكر حالك قادر تعمل اي شيء وباي لحظه. طيب بلاش انت مين، ممكن اعرف مين اللي وراك؟ اللي وراي حدا متضرر من وجودك وحابب يدمرك. مين برضه الحد ده؟ انا مش قادر افهم. طيب ممكن اعرف انا عملت له ايه؟ اعتديت على املاكه، دخلت منطقته المحرمه، طعنته بكرامته. لا ما هو الحد كده بقى في حاجه غلط، لان انا عمري في حياتي لا غلطت في حد ولا عملت مشاكل مع حد. اكيد حضرتك بتتكلم على حد تاني. فكر، حاول تتذكر. تتذكر ايه بس؟ اسمعني كويس يا مراد بيه، انا حاسس كده ان في فيلم هابط بيحصل عليا. اكيد طبعا عايزين تدمروني عشان انا نمره واحد في السوق، بس انا مش هسكت وهرفع دعوه قضائيه، واللي بيني وبينك القانون. قانون؟ انت وين مفكر حالك عايش؟ بقول لك ايه، لو متخيل ان انت هتجرني لمعركه تافهه واني اجامل معاك باسمي وشرفي وسمعتي تبقى غلطان. انا عايزك تاخد بعضك كده وتروح للي بعدك وتقول له ان كريم الشافعي ما بيتهددش، وان مفيش قوه على الارض هتقدر تهز شعره منه. حفظت ولا اقول تاني؟ شكلك حفظت. الأستاذ عاصم قبل وفاته بيوم واحد سحب كل مصرياته. شو سحب كل مصرياته؟ مثل ما عم خبرك. أنت أكيد من هالحكي؟ لو ما كان مدير الفرع صديقي نروح بروح ما كنا عرفنا بكل هالخبرية. يا مسكينة يا شهرزاد، حتى المصاري اللي حطيتيها بالمشروع ما رح تنالي منها شيء. طارت. لوين برأيك بدكم حولوها؟ ما حدا بيعرف شيء. يعني غريب شو هالصدفة إنه قبل ما يموت بنهار واحد بيسحب كل مصرياته. مات وصروا معه. وراي حدا متضرر من وجودك وحابب يدمرك. في مستثمر كبير قوي جاي مصر اسمه مراد الساعي، هشتغل معاه. مراد الساعي؟ أنا بكل أسف حضرتك هسيب الشركة. تسيب الشركة يعني إيه؟ تسيب الشركة تروح فين؟ في شركة جديدة بتتأسس وطالبة كوادر عندها كفاءات. تقوم تسيب الشركة؟ طب وأنا أعمل إيه؟ يعني أنا أدير الشركة إزاي من غير كفاءات؟ الله، ما شوية نهى وبعدين أنت. ممكن أعرف إيه اللي بيحصل في الشركة وأنا مش واخد بالي منه؟ أنا مش فاهم الدنيا جرى فيها إيه؟ إيه اللي بيحصل لي؟ أنا مش فاهم. مين مراد الساعي وعايز مني إيه؟ فكر، حاول تتذكر. طول عمري كان جوايا إيمان إن اللي جاي أفضل. خسارة. أنا مش عارف ليه هم مصرين يجروني لورا. المشكلة مش في نهى وطريق يا فندم. المهم إحنا عايزين نعرف هو ليه ظهر فجأة وعايز إيه ومين وراه؟ تقصدي مراد الساعي؟ اعتديت على أملاكه. دخلت منطقته المحرمة. طعنته بكرامته. اتأخرت عليكي؟ لا ما تأخرتيش، بسم الله ما شاء الله، ضحكتك مالية وشك. طب وإيه اللي فيها يعني؟ هيكون فيها إيه يعني؟ الأخ عارف بقى إن أنا قاعدة مستنياكي هنا؟ طبعًا، أمال أنت عايزاه يوصلني من غير ما يبقى عارف مين مستنيني؟ لا بجد بجد أنا مش قادرة أصدق بجاحة الإنسان ده. في إيه يا نهى؟ أنا مش فاهمة أنت بتتكلمي عليه بالطريقة دي ليه؟ يغديه ولسه بتحميله بعد كل اللي قلتهولك عليه؟ على فكرة بقى كل اللي انتي قلتيه خلينا اتمسك بيه اكتر. ده شكله ضحك عليكي على الاخر، وكلب عقلك حلاوه يا انسه. هو عشان كان صريح وواضح معايا يبقى كلب عقلي حلاوه؟ وقال لك ايه بقى عن علاقته مع نايا؟ مفيش ولا علاقه ولا حاجه اصلا، واحده وكان معجب بيها وما حصلش نصيب، عادي يعني بتحصل. عادي يعني بتحصل؟ عشان كده اتشعبط باول واحده شافها في طريقه؟ الكلام ده ليا انا يا نهى؟ انتي شايفه ان انا ما استاهلش ان انا اتحب وحد يفكر يرتبط بيا؟ لا يا مي طبعا انا مش قصدي كده. انت تستاهلي احسن واحد في الدنيا. قولوا له ان انا خايفه عليكي ومش عايزه حد يأذيكي او يلعب بمشاعرك. ما كنتش قلت كده، ده انا ممكن ارقشه بسناني. طب ايه الطريقه اللي تريحك عشان تبقي مطمنه؟ عايزه ايه؟ انا عايزه اتكلم معاه في كام حاجه كده، عايزه استفسر عليها منه. خلاص انا هتصلك بيه دلوقتي، احنا فيها اهو. انا عايزه اتكلم معاه لوحدي. وانا ايه بقى يضمني ان انتي مش هتضايقيه؟ ما تخافيش، هما سؤالين ثلاثه مش اكتر. وعايزه تشوفيه امتى بقى؟ دلوقتي. دلوقتي يا نهى؟ وانتي هتستني في البيت. اتركينا لحالنا. بس طول بالك. اطلعي. تعرفي شو عقوبة الزانية يا حيوانة؟ شو؟ قابل فضيحة يا كلبين. فضيحة يا كلبين. خلي اسمك على كل إنسان يا فضيحة. طلبتي من جوزك لأنه مو عاجبك ما هيك؟ معاك. بشو أحسن مني؟ شو هو الشيء اللي بيستاهل انك تتركيني مشانه؟ بوس ايدك، بوس ايدك، اقتلني وخلصني، بوس ايدك، قتلني وخلصني. مو قبل ما اعرف ليش. ولك ليش خدعتيني؟ ليش خدعتيني؟ ليش خليتيني يزعل عليكي كل زعل الدنيا؟ ليش موتيني 100 موت؟ ليش؟ سامحني، ما بصير مني، سامحني. عن شو عم تعتذري؟ عن شو بدك يعني سامحك؟ عم تعتذري لانك بتكرهيني؟ لانك خنتيني وهربتي مع واحد صعلوك؟ ما بكرهك، شو بهلف لك اني ما خنتك، شو بهلف لك؟ هذا شو بتسميه؟ شو هيدا؟ يعني بدك تقنعيني انه ما لمسلك ايدك؟ ولا عاصم، كل اللي عم تفكر فيه مش مضبوط. ليش تركتيني؟ لانك عصب كثير. بس كرمال هيك؟ يعني انت ما بتكرهيني؟ ما بحقيقتي كرهتك. يعني بتحبيني؟ ما عم تطلع معك يا فجرة، ما عم تطلع معها. انا بتحبيني انا كلبي، بتحبيني انا، بتحبيني انا. تعالوا والله لازم اموت معه قدام عيونك، والله لازم انا عمك خليك تموت قدام عيونك يا كلبي. يعني انا حبيبك؟ انا حبيبك؟ خليك عم تقولي بحبك، بحبك، بدي ضل عم بسمعك. بحبك، بدي صدقك ما عم صدقك. بحبك، قولي انا ما عم صدقك، بدي صدقك. بحبك، 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 ولك ما عم صدقك، ما عم صدقك. انت كذابه، كذابه، كذابه عليك. ما عم صدقك يا كلبي، ما عم صدقك، ما عم صدقك. مي قالت لي انك عايزه تتكلمي معايا، اتفضلي. انت عايز من مي ايه يا اسلام؟ بيتهيألي ان هي قالت لك ان انا عايزه اروح اتقدم لها. بالسرعه دي؟ طب لحقت تحبها امتى؟ عايزين اضحك عليها واقعدها جنبي سنه سنتين وبعد كده اسيبها، زي ما بيحصل في نص البنات اليومين دول. انت عارف كويس انا قصدي ايه؟ مش ده قصدي. امال ايه قصدك؟ انت ممكن تضحك على مي بالكلمتين دول وتصدق اللي حصل بينك وبين نايا خلاص خلص، لكن مش عليا انا الكلام ده. بيني وبين نايا؟ مفيش حد بيخرج من علاقه يخش في علاقه تانية بالسرعه دي، غير لو عايز يطلع من الكآبه اللي هو فيها. كمان سميتيه علاقه؟ ها؟ عايزني اكدب عينيا يا سليم؟ ده انا شايفاك بعينيا دول، وانت بتتخانق معاها لما عرفت ان هي سافرت مع كريم شرم الشيخ. ده انت كنت هتموت من الغيره يا راجل. لا ده انت فاهمه الموضوع على مزاجك بقى. انا كنت خايف نايا تروح في السكه الغلط. عجبتني ومش هكذب عليك واقول لك انا ما فكرتش فيها كمان، لكن لما لقيت مستر كريم بجد بيحبها ووضح الموضوع بالطريقه بتاعته دي انسحبت، احترمت نفسي. ما بحبش ابقى انا اللي بين اتنين بيحبوا بعض. مش مستغرب يعني سرعه تغيير مشاعرك من ناحيتها؟ ده يخليني اخاف على اختي شويه، وانا مش ضمن لي يعني ان مشاعرك من ناحيه اختي مش هتتغير بالسرعه نفسها. بصي انا مش شايف ان الموضوع اصلا فيه تسارع، انا شايفه اسمه ونصيب. انا قابلت مي صدفه، عجبتني وشايفها الاقرب والانسب لطبيعتي انا، مش مستعد افضل عازب وافضل قاعد كمان سنتين ثلاثه لحد ما الاقي واحده زيها وبنفس مواصفاتها. مش مضطر. مشتاقين؟ مشتاقين. يا هشام انت بتعمل ايه؟ الناس شايفانا، وبعدين احنا هنا في مصر. ما عم بفهم شو عم بعمل يعني، وين الغلط؟ خطيبتي وحرفيا ممنوع. بقول لك ايه، انا كلمت بابا وماما وجايين اجازه الشهر الجاي. اف طب بدي انطر شهر؟ ومالك مستعجل كده ليه؟ بديك صراحه؟ صراحه صراحه يعني. ايوه عم بلش اتعب. تتعب من ايه بالظبط؟ من النوم بالاوتيل. انت بتشتغلني يعني؟ ماشي ماشي. لا كيف بدك نحكي نايا وكريم يتعشوا معنا؟ مش عارفه، استاذ كريم اصله بقاله كتير قوي مش في المود، عنده مشاكل كتير قوي في الشغل. دخلك مخانقه هو نايا شيء؟ لان هي كمان ما عم ترد على فادي على التليفون. ما اعرفش، انا بقالي يومين ثلاثه ما كلمتهاش ولا هي كلمتني. بس تصدق عندك حق، انا هكلمها اطمن عليها. خارج الخدمه. طيب احكي مع كريم بركي هو بيعرف. انجي. ايوه يا استاذ كريم، اخبارك ايه؟ طمني عليك، انا قلقانه عليك قوي. لا ما تقلقيش، انا بخير والحمد لله. طمني، ماشي الحال. طب ونايه اخبارها ايه؟ نايه ما اعرفش عنها حاجه. غريبه. ايه اللي غريبه؟ اصل اخبارها مقطوعه عن الكل اليومين دول. ازاي يعني؟ فادي قريبها بيحاول يتصل بيها وتليفونها مقفول. اه انا عارف، انا سابته ومشيت. على فكره تليفونها معايا وشكله كده عايز له شحن. ازاي يعني؟ ازاي تسيب تليفونها وتمشي؟ والله بقى هو ده اللي حصل. ظاهر كده الناس كلها بقت عايزه تسيبني وتمشي عادي. طب يا استاذ كريم، هشام عايز يكلمك. الو. ايه هاي استاذ كريم، كيفك؟ الحمد لله. ازيك يا هشام، انت اخبارك ايه؟ تمام. طالما انجي معي انا كتير منيح. يا سلام يا سلام، ما شاء الله، ربنا يوفقكم ويخليكم لبعض ان شاء الله. ميرسي. لكن بدي اسالك سؤال، معقول تكون نايه راحت لعند امها وخارتها شيء؟ والله يا هشام انا ما عنديش خبر، ما اعرفش. لانه غريب كتير، حتى ببيت خالتها ما حدا عم يرد على التليفون. يعني فادي كتير مشغول باله على امه وخالته. ازاي يعني؟ ايه هيك مثل ما عم اقول لك. يعني فادي لحد دلوقتي ما يعرفش حاجه عن مامته؟ لا لا ابدا، ما عم يعرف شيء عنهم، مع انه كانوا ناطرينه. يعني اكيد في شيء غريب بالقصه. لا طب يا هشام اديني بس فرصه يومين ثلاثه كده اعرف ايه الحكايه وهبلغك وهطمنك. مع السلامه. مي بتضحكي على ايه؟ الدبلة مش عاجباكي؟ بالعكس والله، شكلها حلو، ذوقك حلو جدا. خلصي ضحك طب ونتكلم. خدي راحتك خدي راحتك. خلاص خلاص خلصت. المكافأة بتضحكي على ايه؟ علشان الموضوع قلب جد قوي، عارف؟ انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتحط في الموقف ده. هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ طب وانا لما ارجع في كلامي هلاقي زيك فين؟ انت مجنونه يا بنتي، من شويه هلاقي زيك فين والحكايه قلبت جد. التناقض ده عارف، هقول لك يعني فكره الارتباط في حد ذاتها مالها؟ يعني فيها تفاصيل عجيبه كده، روتينيه قوي وكلاسيكيه كده. يعني دبلة، شبكة، خطوبة، فرح، حاجات قديمة. انت هتجننيني يا مي؟ هو في بنت ما بتحلمش باليوم ده؟ انا يا سيدي بتتكلمي جد، شايفاه كله تفاصيل ومش مهم. ايه اللي مضايقك؟ بذمتك انت شايفها حاجات مهمة؟ طبعا. ايه المهم فيها يعني؟ اكيد مش هقولك، هتقعدي تضحكي زي ما عمالة تضحكي من اول القعدة. قول. ما تضحكيش يا سيدي. قول. مش هضحك بقى. هقول. انا طول عمري بحلم ابقى عريس، البس بدله، تلبسي فستان، نخش على الكوشه، صحابنا يقعدوا يرمونا لفوق كده ويسقفوا، رقاصه تخش تمسكني من ايدي وتسيبك قاعده لوحدك على الكوشه، اسلم على معازيم ما اعرفهاش، احلى يوم في الدنيا. خلصت تقريبا. ممكن اضحك؟ اضحكي. طيب انا كان عندي ملاحظه على كل اللي انت قلته ده، يعني في حاجه مهمه جدا نسيتها. اتفضلي. اغنيه سهر الليالي. مش عايزة في الفرح؟ ده مالكيش دبلة. بص عليك، حرام عليك، أنا عايزاه. مش بتاعت كلاسيكيات وكده؟ أيوة، ده على الشبكة والفرح يعني والكلام ده، إنما الدبلة مهمة. الو. الو، ايوه هشام. ايه نهى، كيفك؟ انا الحمد لله كويسه. هشام، انا كنت عايزه اعتذر لك يعني عن القلق اللي انا سببته لك. القلق؟ اصل ما كنتش عارفه انه انجي موجوده جنبك المره اللي فاتت، بس دلوقتي انا متاكده ان هي في الشركه، يعني ممكن نتكلم مع بعض بالراحه. بسيطه مش الحال. على فكره انا عجبتني قوي موضوع الازازه اللي اتكسرت دي. نهى، في اسالك سؤال؟ اه اتفضل. انت ليه خبرت انجي انك وصلتيني على المطار؟ ما انا يا هشام ما كنتش عارفه ان انت مش هتقول لها. معلش بقى، ما تزعلش مني، انا عارفه ان هي اكيد طينت عيشتك. ولا انا وقعتك مع مين؟ مع انجي. ده كان لازم افكر 100 مره قبل ما اقول لها. هي طيبه وكويسه وكل حاجه يعني، بس شو؟ لا خلاص، ما فيش حاجه. اصل يعني حسيت ان انا مش من حقي ان انا اتدخل بينكم انتوا الاثنين. وبعدين يمكن الحاجه اللي انا عايزه اقولها لك تكون بالنسبه لي انا مشكله، لكن بالنسبه لك انت عادي طبيعيه. مثل شو يعني؟ لا معلش اعذرني، انا مش من حقي اتكلم. انجي زي اختي، هو احنا صحيح يعني بنتخانق مع بعض كتير، لكن ده ما يخلينيش ان انا اتكلم في حاجات هي يمكن مش عايزه تقولها. هي لو كانت عايزه تقولك كانت قالت لك من زمان، مش حاجه انا اللي اقول دلوقتي. بقول لك ايه يا هشام، هرجع اكلمك بعدين، لازم اقفل دلوقتي. باي. ايوه هشام. ايه هاي نهى، بدي اشوفك. وانا مستنياك. يعني انت فاضيه هلا او بكون عم عن شيء؟ انا لو عندي شغل هسيبه كله عشان اشوفك. لا انا بجي. وين بدك تلاقيكي؟ يعني اكيد الخبريه دكتور، ومفاجاه كمان. انا من عندي ما كنت متوقع انها بتصحى بهالسرعه هيدي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. طيب يعني صار فيني فوت واحكيها؟ طبعا، وهي طلبت تشوفك قبل ما الشرطه تخلص التحقيق، وكمان قالت لي ما بدها حدا يعرف بهالشيء ابدا. جبران، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كانت أحلى خبرية لما قال الدكتور إنك بعيتي. طمنا عن عاصم، كيف؟ عاصم بعد ما قدروا رفعوا السيارة المحروقة، يعني ما قدروا يشيلوها، حتى يشيلوا عاصم منك. عاصم ما كان بالسيارة. شو قلتي؟ عاصم كب حاله من السيارة قبل ما تتدهور. كيف يعني؟ فتح الباب وزت حاله من السيارة. إن شاء الله ما يكون صار شيء. يعني عاصم ما مات؟ بعيد الشر عن قلبي. يعني إذا عاصم ما مات ما بده يكون راح. لازم تاكلي. نايا، لازم تعيشي. أنا ما رح أسمح لك تموتي قبل ما تقولي الحقيقة. بعرف ما عندك رغبة تحكي، على مالك، ما أنا مستعجلين. أنا بحكي. ما عندك رغبة تعرفي كيف طلعت من هالحادث الفظيع؟ انت السبب. رغبتي الجامحة إني أرجع أشوفك هي اللي خلتني أعيش. الزين المسكينة شهرزاد كانت كبش الفداء. ما بدك تعرفي مين هي شهرزاد؟ أي وحدة عرفني عليها العاشق الولهان جبران لحتى أنساكي. رقاصة عشت معها أيام حلوة كتير. يا ريت عندك ربع الحب اللي أعطتني إياه وربع الحنية اللي أعطتني إياها وربع شغلات تانية. قالت لي مرة أنها مستعدة تموت كرمالي، أنا صدقتها. مسكينة مسكينة ضلت تعطي 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 تعطي، ما أخذت مني شي، ما أخذت غير الموت.